We're really delighted with the performance of all of the 8 companies that have won contracts with us so far. So in 2013, we awarded 3 contracts. Those companies have now had over a year of working with us, so we can really see their performance, and we're very happy. The other 5 companies that were awarded contracts at the end of last year, it's still early days, but so far, everything is going very well. طبعا انا نلاحظ ان في اهتمام وايمان كبير من شركه شيل قطر برواد الاعمال والشركات المتوسطه والصغيره والدليل على ذلك هو زياده قيمه العقود اللي وضعوها لهذه السنه مقارنه بالعام الماضي حيث كان في العام الماضي 10 ملايين ريال قطري قيمه العقود وفي هذه السنه 15 مليون ريال قطري. النصيحة اللي أقدمها حق الشركات القطرية وعدم الاكتفاء بالمتطلبات والتوسع، مثال على ذلك احنا في التوسع توسعنا في دول الخليج خلال الشارقة، أنشأنا مصنع وفي الدمام أنشأنا مكتب مبيعات، والتطوير المستمر اللي أحث عليه الشركات ويكون عندها الرغبة أنها تسوي، احنا مثلا أنشأنا خط صناعي للغسيل وصيانة جميع الملابس للحماية الشخصية. بعد الفوز بفرص الأعمال مع شركة شيل قطر قمنا بتطوير معايير الأداء والسلامة الجودة المتبعة لدينا في المصنع مما أهلتنا على الحصول على شهادات واعتمادات دولية والدخول في مناقصات جديدة في الدولة مع شركات عالمية كبرى. كانت توجد عدة تحديات، كيف احنا نقيس جودة المنتج او الخدمات المقدمة من قبل الشركات المتناقصة، بالاضافة الى القدرة التشغيلية والاستيعابية لهذه الشركات. طبعا احنا كان دورنا بالاساس هو ان احنا نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على ان يقدمون عروض ذو معايير عالية، بس ايضا من ضمن اسعار تنافسية. التقييم المالي مهم جدا بالنسبة لنا، لكن ما كان التقييم المالي هو الفيصل. طبعا احنا نطلع على العروض الفنية، نتأكد من المعايير المتوفرة. الفائدة ان انا كشركة صغيرة عقب ما انا اطبق هالمعايير عندي حق قطر شيل راح اخذ هالمعايير واطبقها مرة ثانية عندي في المطاعم والمطاعم الثانية اللي راح اتوسع فيها في الدوحة. طبعا الدعم الذي تقدمه شركة شيل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بالعقود لا يتوقف عند توقيع العقود، وإنما يتعدى فترة توقيع العقود بحيث أن تعطى الشركة فترة مهلة حتى 18 شهر. احنا نولي اهتمام كبير بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة شيل، حيث أننا نصب أولوياتنا في التركيز على تنمية وتطوير مهارات الشركات الصغيرة والمتوسطة. اليوم وبعد توقيع العقد مع شركة شيل قطر وخلال المهلة 18 شهر نسعى لبناء أول مصنع قطري لإنتاج طفايات الحريق اللي تحمل ختم صنع في قطر. اليوم الفرصة اللي توفرها قطر شيل المفروض أن الشركات كلها تأخذ نفس الخطة وتوفر نفس هذه الفرص تعاملاً مع بنك قطر للتنمية. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في حفل توقيع العقود مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الذي يستضيفه بنك قطر للتنمية وشركة شيل قطر. تمثل إضافة 6 شركات جديدة صغيرة ومتوسطة إلى قائمة الشركات القطرية الحاصلة على عقود من شركة قطر شيل، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه في العامين الماضيين، شهادة واضحة على نجاح الشراكة الاستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شيل في منح تلك الشركات فرصة وتمكينهم من الوصول للعقود مع شركات عالمية. His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of Qatar, again emphasized during the 44th session of the Advisory Council last month the important role that the private sector must play in diversifying
Qatar's economy in order to achieve the National Vision 2030. We at Qatar Shell have therefore made it part of our mission to support the development of local entrepreneurs and SMEs, working with Qatar Development Bank and alongside our value partner, Qatar Petroleum.